فيكم بحلقة جديدة. اليوم حلقتنا متنوعة بس في شوي من وصفاتنا من المطبخ المغربي. رح نعمل أول إشي شوربة الحريرة المغربية. طبقنا الثاني رح يكون عبارة عن سلطة الخضار المشوية مع جبنة الفتة. الطبق الرئيسي رح يكون طاجن اللحم مع البرقوق والتمر. بالنسبة للحلو رح نعمل عيون المها، وأكيد في كمان حصة للسحور، ورح نعمل كرات التونة والبطاطا. خلينا نشوف مقادير شوربة الحريرة ونتلاقى بالاستديو. هلأ رح نعمل شوربة على الطريقة المغربية، شوربة الحريرة. شوربة الحريرة من أشهر الشوربات في المغرب. هلأ حطيت أنا بصلة على النار، رح أقلب معاها شوية لحمة. اللحمة ممكن تكون عجل أو خروف، بس يفضل أنا بحب الستيك الفليه، ومقطع قطع كتير صغيرة، يعني هي مش لازم يكون نسبة اللحم فيها كتير. فرح أنزل اللحمة مع البصلة، أقلبها. احنا عاملينها بطريقة مبسطة سهلة وحلوة وعلى الأصول إن شاء الله. هلأ رح أحط معاها شوية سلري أو كرافس، برضو بيعطيها نكهة طيبة. ما بدخلها توم أبداً هاي الوصفة. هاي اللحمة والبصل والسلري. هلأ بعد ما تتقلى اللحمة شوي مننزل عليها طماطم طازة مع عصيرها، رب البندورة، ورح نحط لها شوية بهارات مغربية أو اللي بتستخدم في المغرب العربي. رح نستخدم زنجبيل مطحون، كركم، ممكن شوية قرفة كمان بتعطي طعم كتير طيبة مع اللحمة. بس ما نكتر كتير بهارات، إشي بسيط عشان كل النكهة رح ناخدها أصلا من الشوربة، شوربة غنية. بهاي المرحلة بحطوا لها شوية كزبرة مفرومة وشوية بقدونس مفروم، أما الباقي رح نخليه طازة للوش. نقلب. أنا بحب أضيف البهارات في هاي المرحلة حتى أنكه اللحمة. خلطة البهارات كلها حطتها مع بعض، الكركم مع الزنجبيل مع القرفة. يعني ريحة ممتازة. طبعا هاي من الشوربات اللي بتاخد فترة طويلة على النار، تقعد لها تقريبا ساعة لساعة وشوي، فمحضرين هون عنا شوربة جاهزة. هلأ لأنه بعد ما نقلي اللحمة مع البصل ومع الكرفس بدنا ننزل كل إشي تاني مش مطبوخ ني، اللي هو عنا العدس والحمص كمان الشعرية، فبياخدوا فترة طويلة على النار. هلأ صارت تمام عندي، بتستقبل البندورة. البندورة ممكن تخلوا فيها قطع أو كلها تطحنوها زي ما بتحبوا، بس ذاك يكون فيها كمان قطع. هلأ منحرك البندورة معاهم، الريحة بتجنن، ريحة البهارات مع الكزبرة والبقدونس والبندورة، ورح نحط معلقة رب طماطم. معلقة كبيرة ومنحرك. هلأ بعد ما يتقلوا هدول مع على النار مع بعض بدنا نضيف لهم يا أما مرق دجاج يا أما مي. رح أحط مي لأنه عندنا لحمة ورح يصير عندنا مرقة أصلاً غنية، بس لو عندكم مرق دجاج كمان بيبقى كتير منيح. هلأ بنغمر هاي الخضار منيح بالمي. خلينا نزيد المي لأنه بدنا ننزل العدس والحمص يستوي. هلأ رح أحط العدس. ورح أحط الحمص. لو كنتوا حابين تعملوها بطريقة أسرع وأسهل وكان عندكم عدس مسلوق من أكلة تانية ممكن تضيفوه مسلوق هو والحمص، ساعتها ما بياخدوا وقت، بس إذا نزلوا نيين بدهم تقريباً من ساعة لساعة ونص. هلأ في عنا شغلة تانية رح تدخل للشوربة اللي هي الطحين. هون حاطين معلقة الطحين حالينها مع مي حتى تكثف الشوربة، وهاي الخطوة ضرورية.
نحركهم مزبوط. نقدر نضيف ها يعني بآخر المراحل، بس أنا عشان تشوفوا أنتوا كل المراحل، يعني بعد ما تستوي معانا الشوربة والعدس يتفتح والحمص يتفتح منضيف الطحين والمي، بس أنا ما بدي ولا خطوة تروح عليكم، كله يكون قدامكم واضح. هلأ منحرك لأنه الطحين نزل، ما بدنا الطحين يلزق. آخر خطوة بعد ما تغلي الشوربة تماماً مننزل الشعرية، الشعرية ما مننزلها من الأول، ونرجع منزيد كمان شوي من الكزبرة والبقدونس اللي عنا. هلأ رح أغطي عليها وأخليها تغلي ونبلش نكمل من الخطوات من الشوربة الجاهزة اللي عنا. هلأ هاي الحريرة بعد ما تفتح كل شيء فيها، يعني بدي اياكم تشوفوا الفرق بين هاي قديش مرقه لساتها مي، وهاي قديش كل شيء تفتح فيها بتصير قوامها كثير كثيف، وبصير كمان العدس عندنا مستوي، الشعريه مفتحه مستويه، لانه زي ما حكينا الشعريه بننزلها اخر 5 دقائق بالشوربه. هلا هاي بما انها صارت جاهزه بدنا نضيف لها كمان كزبره وبقدونس، يعني انا مش كل الكميه بحب احطها من الاول تكون مطبوخة، بحب تضلها طازة فرش. هلأ إذن شوربتنا الجاهزة، كمان رشة بقدونس ورشة كزبرة، ونبلش هلأ نسكب فيها. بس بدي أجيبها عندي هون، معلش هي سخنة حتى نقدر نسكبها بسهولة، ونشيل هاي نخليها هون. إذن من الشوربات اللي كتير سهلة ومعروفة كتير في المغرب العربي، طبعاً هي أشهر شوربة في المغرب وتؤكل دائماً في رمضان، موجودة بيقدموها جنب شرحات من الليمون بحطوا قطع من التمر. هلأ رح نبلش نسكب بالحريرة، ريحتها مش معقول شو طيبة. زي ما قلنا الحمص لأنه بنزل ني، والعدس بتاخد تقريبا من ساعة لساعة ونص وبتكون كثيفة، يعني إذا حسيتوا إنها بدها كمان سوائل أثناء الطهي ارجعوا زيدوا السوائل لأنها بتتحمل. واعملوا منها كمية، يعني حتى لو قعدت على يومين محرزة، شوربة غنية متكاملة زي ما شايفين، فيها لحمة فيها بقوليات، يعني حتى لو لحالها الواحد الصراحة أكلها هي وجبة كاملة، فيها الشعرية. هاي الوصفة أخذتها من شيف اشتغلت معاه زمان، يمكن قبل 12 سنة عملها قدامي وكتير حبيتها الصراحة، وبعدين كل أصدقائي التانيين الشيفس اللي بيعملوها لقيتهم بيعملوها بنفس الطريقة فضليتني متمسكة فيها. حلو الواحد لما بياخد أي وصفة من أي بلد يتقيد فيها زي ما بيعملوها أهل البلد قدر الإمكان، يحاول ما يغير بالوصفة كتير. وإذا حبيتوا قطع الطماطم أو البندورة تكون مهروسة على الآخر أوكي، بس زاكي يكون فيها قطع. هلأ نسكب الباقي، ننظف اطراف الصحن، خلينا ننظف اطراف الفخارة ونحط شوية زيادة كزبرة على الوش، وهيك صارت شوربة الحريرة جاهزة معنا. خلينا نعرضها.
هلا بدنا نعمل سلطة الخضار المشوية. بدنا نشوي شوية خضار والباقي محضرينه مشوي جاهز حتى نباشر بالسلطة، لأنه طبعا لازم نبرد الخضار بعد ما تنشوي. فإحنا عاملين هذا الحكي. هون عندنا شوية زيت زيتون، باذنجان، كوسة، وأنا حاطة برضه فلفل. تقدروا تعملوا هاي الخطوة يا أما على الشواية يا أما بالفرن. شوية أعشاب مجففة، ممكن نحط كمان رشة من الملح والفلفل. على الشقتين طبعا نتأكد إنه الزيت موجود على الشقتين، وبرضه رح أحط شوية زيت صغيرة في المقلاي أو في الجريل احتياط. هلأ منحط قطع الباذنجان، بس ندير بالنا إذا لابسين كفوف خليني أشيلهم أحسن. هلأ هون عنا نفس هاي الكوسة والباذنجان موجودة، وبرضه شاوية أنا فليفلة. بدنا نعمل بلاتر أو هيك صحن سلطة صغير بس شكله كتير حلو. بدنا نوزع شوية باذنجان، رح أعمل كل نوع لحال يعني أحطه. خلينا نكتفي بالباذنجان اللي عنا. شوف هدول وضعهم بسرعة بياخد لون، فندير بالنا. هلأ بدنا نحط الكوسة. وبرضو عندي هون الفلفل الملون، حاول نخليه كله هيك شكله حلو ومرتب. وما ننسى طبعا الكوسة والباذنجان اللي معانا هون، ما بياخدوا وقت. هلأ بالفرن لو بدكم تحطوهم بالطينية مدهونة بشوية زيت برضو بيمشي الحال. هلا في عندي كمان بندورة مجففة، هلا مرات بعملهم دريسنج عبارة عن زيت زيتون شوية ليمون، ومرات بس زيت زيتون ويعني أعشاب، لأنه طبعا غنية هي أوريدي، فما بدنا نعملها تتبيلة كتير تكون يعني قوية. خلينا نخلي الجبنة بالوسط. نقدر طبعا زي ما قلنا نضيف أي نوع خضار تاني أنتوا حابين تضيفوه، ممكن كمان مثلا نضيف بصل، بندورة مشوية بطلع كمان زاكي. رح أطفي عليهم وأكمل هون كمان شوي جبنة. حاول البندورة تضلها مبينة، شكلها بطلع حلو بكسر اللون شوي. ما في أبسط من هيك. كمان رشة زيت زيتون. شوية ملح، فلفل، بس مش على الجبنة الفتة، ديروا بالكم لأنها مالحة. شوية أعشاب مجففة. سلطتنا صارت جاهزة، نحطها جنب الشوربة. وهلأ بدنا نبلش بوصفة لحم المغربي. عاملينه على الطريقة المغربية بس بطريقة مبسطة، طريقة طبخ يعني خلينا نقول أسهل. ما رح نطبخها بالطاجن، رح نطبخها عادي بالطنجرة ونكملها هون، بس نقدمها بالطاجن.
هلا هون حاطة أنا زيت نباتي، بدي أقلي فيه لحمة فيليه مستخدمة، بتقدروا لحمة فيليه بتقدروا لحمة بعظم زي ما بدكم، هي الفكرة بس توابل المخدينها وطريقة الطهي. هلا عبين ما تتحمر معنا اللحمة بدنا نعمل خطوة تانية. هون عندي كوب من المي، كوب واحد، بدي أفرجيكم طريقة الكسكس السريعة، مش اللي بتتهبل على النار على طوابق، اللي بتنعمل بطريقة سريعة. ليش عم بحط بس كوب واحد من المي؟ لأنه هون عندي كوب واحد من الكسكس اللي هو الإنستنت السريع، بياخد كوب مي، كل كوب كسكس بياخد كوب مي. هلا عبين ما تسخن معنا المي بدنا نراقب المي وبدنا نراقب اللحمة. هي بلشت اللحمة تاخد لون، طبعا لأنها فيليه رح تستوي كتير بسرعة، فخلوا عينكم عليها. بما أنه خلصنا من اللحمة النية خلينا نغسل. أوكي، هلأ بالنسبة للمي اللي عم نحطها للكسكس بدنا نضيف عليها شوي من زيت الزيتون وشوية من الزبدة، ومرات بحط مكعب دجاج مش دائما. اليوم ما رح أضيف لأنه أوريدي الأكلة عندنا كتير غنية، رح أحط شوية زبدة. ونخليهم يتحركوا مع بعض على النار، ورح نحط معاهم رشة صغيرة من الملح. فهيك بيكون صار عنا زي كأنه المرقة اللي تبلنا فيها الكسكس جاهزة. مرات بنحط مرق دجاج، بس أنا اليوم للسرعة عم بفرجيكم طريقة سريعة جدا. اللحمة لونها ممتاز، هلأ رح أبلش أنزل عليها باقي الأشياء. مرات بشيل اللحمة وبرجع بقلي البصل، اليوم رح أعمله معه. هلأ بما أنه اللحمة بلشت تاخد لون كتير حلو، رح ننزل عليها البصل الشرحات ونقلبه معاها. بس تقليبتين ما منطول. وبدنا نحط كمان التوم. والمي صارت عنا جاهزة للكسكس. هلأ نطفي عليها. وبدي هون أديرها على الطبق اللي فيه الكسكس الجاهز اللي عندي. لازم نعمل هاي الخطوة سريعاً. فإذاً كوب في كوب. برضو بسرعة لازم نغطيها بالنايلون. ونخليها هيك، ما بنعمل فيها ولا أي إشي لحديت ما الكسكس يشرب كل كمية المي اللي عندنا. هاي هون وضعنا منيح. بما أنه بده وقت برضو محضرت لكم كسكس جاهز، خلينا هلأ نركز على الطبخة. هلأ إذن اللحمة والبصل صاروا تمام، حطينا معاهم كمان التوم. نبلش نضيف بالبهارات، في كمية جيدة من البهارات. هون عندي قرفة وعندي كركم. وبرضو عندي زنجبيل مطحون وهال. وعندي كزبرة ناشفة، شوية فلفل مطحون، وممكن شوي من كبشة قرنفل. ريحة البهارات بتجنن. هلا هاي مش كثير طريقة تقليدية في الطبخ المغربي، بس دائما الواحد بياخد إشي وممكن كمان شوي يعمله حسب التيست اللي هو بحبه، فيعني هو مستوحى أكتر من المطبخ المغربي، بس الطريقة طبعاً زاكية كتير. هلأ صار بقدر أنزل عليها البندورة الطازة اللي عندي. شوي من رب الطماطم، رب البندورة. بدنا ندخل هلأ مكون يعني شوي هيك غريب، بس طعمته رح توازن مع الأشياء اللي معانا اللي هو العسل. رح نحط عسل، فبيطلع الطعم شوي حلو على مالح بالأكلة.
خصوصا انه لسه بده يدخلها تمر وخوخ منشف اللي هو البرونز او البرقوق المجفف. ففي عنا لسه تمر وبرقوق كمان. هاي العسل بس نحركهم على السريع. ضل نحط الملح والفلفل، ما حطينا ملح وفلفل. فلفل أسود. هلأ صار منقدر نحط مرق الدجاج أو المي اللي عنا. حستخدم مي، إذا عندكم مرق دجاج أكيد أحسن وأطيب. هلأ في هاي المرحلة ما مندخل البرونز أو الخوخ المجفف والتمر، مندخلهم بعد ما تغلي الأكلة لأنهم بنهرسوا كتير بسرعة على النار. هغطي عليها أخليها تستوي. هلأ في عنا الكسكس اللي حضرناه وحطينا عليه المي وعم نستناه يتفتح، برضو محضرة كمية أكبر مفتحة أوريدي بالمي. هلأ رح فرجيكم الفرق، كل ما خليناه وقت أطول مغطى بتتفتح الحبات أحلى. هذا طبعاً الإنستنت السريع مش اللي بتهبل على النار. هلأ هيك بتكون حبات الكسكس تفتحت معنا. خليني فرجيكم بالشوكة فرفطة عن بعض مش لازقة. هذا اللي حطينا عليه المي هلأ، برضو رح أفرجيكم الفرق بيناتهم كيف نعرف إنه بلش يستوي، بس لسه بده طبعا وقت. شايفين كيف هيك لسه ملزق على بعض؟ بنضلنا نحركه بهاي الطريقة بالشوكة حتى يصير زي المحضر من أول. نرجع منغطي عليه منخليه يرتاح. وهون رح أكمل على البارد والجاهز باقي الخطوات للأكلة اللي هي بصل أخضر، شوية زبيب أشقر، برش برتقال، وآخر شي لوز محمص. كتير طيب بهاي الطريقة، لازم تجربوه. عبين ما تغلي الأكلة آخر غلوة خليني أسكب الكسكس اللي عندي بطاجن صغير. زي ما حكينا خطوة الزبدة مع الزيت على النار ضرورية حتى المرقة اللي عم نحطها على الكسكس تكون تساعد في تفتيح حبات الكسكس عن بعض. شايفين كيف هيك مفتح مفلفل، يعني زي كأنه مش محطوط عليه كاسة مي ومغطى عليه، كأنه متفلفل فلفلة، كل حبة مفصولة عن الثانية. فضروري جدا بعد ما تعملوا خطوة التغطاي إنكم يعني تفصلوه عن بعض بواسطة الشوكة حتى ما يخبص. زاكي هاي كمان لحالها كسلطة، يعني لو بتضيفوا شوية خضار بتصير زي سلطة كوسكوس كمان كثير زاكية، فمش شرط إنها تكون طبق جانبي يعني يقدم بهاي الطريقة. هلأ بس قبل ما نودي الكسكس على الطاولة نعرضه بدي أضيف بهاي الخطوة التمر والخوخ اللي عندي. شايفين كيف غليانة ولون الصوص حلو. هلأ بنضيف التمر والخوخ، وفي كمان عنا لسه سمسم ولوز وشوية كزبرة، بس هدول رح أحطهم بالآخر. نحرك مع بعض. هيك الأكلة لازم تكون مسبكة ما بتكون مرقة. شوفوا ما أحلاها من العسل كمان اللي فيها، تحيلوا مع الحامض مع المالح كله طعمات زاكية. خليها مغطى عليها عبين ما أودي الكسكس.
هلا نستنى بس دقيقتين حتى تغلي مزبوط. نحضر معلقة للسكر. ممتاز، صار الوضع عندي كتير طيب. أكتر من هيك ما بحط التمر والخوخ، تقريباً 10 دقائق بالكتير، خصوصاً إذا نوع التمر اللي عندكم طري، في أنواع بتكون أطرى من أنواع، فانتبهوا لهاي الشغلة. رح نستخدم الطواجن للتقديم. ممكن تتكمل هاي الأكلة بالطاجن بالفرن عادي أو فوق الغاز، بس أنا قلت الطنجرة أسهل لست البيت والتقديم بيكون مغربي. من أزكى الأكلات المغربية وأغنى المطابخ صراحة، المطبخ المغربي معروف عنه إنه غني جداً بالتوابل وبالأكلات، وما في حدا مغربي ما بيعرف يطبخ أكل طيب الصراحة. شايفين كيف هيك قطع اللحمة؟ حبيت أعملها بالفيليه لأنه كتير طيبة معاها، بس طبعاً إذا ما كنتوا بتقدروا أو لأنه بتعرفوا الفيليه شوي أغلى من باقي أنواع اللحم، تقدر تعملوه حتى مع لحم بالعظم عادي بزبط. تأكد إنه البرونز أو التمر والخوخ اللي عندنا كمان كله مبين. هلأ رح أزين باللوز المحمص. نقدر نخلي اللوز كمان جوا الأكلة بس بطرى كتير، فبس هيك شوية لوز، شوية سمسم مع العسل. السمسم كتير طيب كمان. كتر اللوز شوي، تقدر شوية كزبرة أو بقدونس كمان للون، إشي بسيط ما نغير كتير النكهة. وهيك صار الطاجن المغربي كمان جاهز معانا. بدي انظف اطراف الصحن واحطه جنب الكسكس. هلا خلينا نحط الطاجن جنب الكسكس، نحط هدول الغطي. هلا بدنا نعمل نوع حلو اسمه عيون المها او رموش الست. حاطه انا هون مقدار الزبده، بدي اضيف له السكر البودره، هي السكر اللي عندنا، وبدي اخفقهم مع بعض شوي، بعدين بنضيف باقي المقادير. هلا بدي اضيف البيضه مع شويه فانيلا باودر او فانيلا سائله ما بتفرق، والمواد الثانيه اللي ضلت عندي رح نضيفها تدريجيا، هي بعد ما نخفق شوي، اللي هي السميد، وعندي جوز هند، وهون عندي طحين، مقدار الطحين. فاذا سميد جوز هند وطحين. هلا رح احرك على البيضه مع الزبده والسكر واضيف الحليب السائل تدريجيا، وبعدين نكمل باقي المقادير الجافة.
هلا بدي اضيف كميه الطحين، بس اول بدي احط لها البيكنج باودر اللي عندي، ومنبلش نزيد بكميه الطحين تدريجيا على باقي المقادير. إذا حسيناها ناشفة وإحنا عم نحرك نرجع منطريها بشوية حليب. هيك قوامها صار منيح، لازم نحسها بالإيد ونشوف إذا جامدة كتير بنرجع منضيف شوية حليب. فإذا نحن كل المقادير منحطها ومنطري بالحليب لنوصل للقوام اللي بدنا إياه. إذا هلأ صار قوامها منيح، أنا هذا القوام اللي بدي إياه. إذا حسيناها لسه ناشفة منضيف كمان حليب سائل لنوصل لهاي النتيجة، بس طبعا لازم نتأكد إنه كله انخلط هون مع بعض، ومنحطها ترتاح بس هيك دقيقتين ثلاثة قبل الشغل. هلا يفضل انه نغطيها طبعا لما بنشتغل قبل ما نشتغل فيها، فانا محضره عجينه جاهزه. المهم انه بنضلنا نضيف الحليب لنحسها بالطراوه اللي بدنا اياها. بتكون هيك صارت. هلا العجينه اللي جاهزه عندي رح اشتغل فيها. بنشكلها، هلا هي اسمها عيون المها او رموش الست، فبدنا نشكلها على شكل عين قدر المستطاع، تكون على شكل عين زي اللي عاملينهم هون. نحاول ان نبسطها من الوسط، نعملها شويه زوايا، وبدنا نحط حبه فستق حلبي في الوسط. خليني اعمل كمان. طبعا هاي من الوصفات اللي بتدخل على فرن حرارته 180 درجة لمدة ربع ساعة تقريبا، تحمر زي الهريسة أول ما نطلعها من الفرن، وهي ساخنة جدا لازم نضيف لها قطر بارد. يعني الهريسة دايما منقول إنه لما بنعملها لازم حرارة القطر تكون عكس حرارة الهريسة، كذلك الموضوع برضو بالنسبة لعيون المها، لازم تكون مثلا هاي سخنة سخنة والقطر بارد مبرد. ففي عندي قطر بارد مشرب اللي جاهزين، ورح نرجع نشرب شوي قبل التقديم. هلا نعمل كمان واحدة، نحط شوية فستق على الجاهزين اللي عنا. زي ما حكينا بياخدوش فترة طويلة بالفرن، ربع ساعة بالكتير مع المراقبة، حتى مرات صراحة باخده أقل إذا الفرن حامي. وأول ما يطلعوا هم سخنين مندير عليهم القطر البارد. هلأ أنا مجهزت لكم شوي من عيون المها هون، وحط عليهم القطر لأنه زي ما حكينا لازم رأساً ينحط، بس بدي أرجع أضيف شوي للمعة نعطيها كمان شوي من القطر اللي عنا، شي بسيط. هلأ كمان شوية قطر تحت، ندير بالنا أثناء الخبز إنه ما يكون الفرن حامي زيادة ولمدة بس ربع ساعة بالكتير. هلأ رح نرجع نحط شوية فستق هيك للتزيين، وهيك بتكون صارت وصفة عيون المها أو رموش الست جاهزة معنا.
رح نعمل نوع مقبلات كتير زاكي وسهل، اللي هو كرات التونة مع البطاطا. هون في عندي بطاطا مهروسة وبارشتها حتى أصغرها لهذا الحجم. رح نضيف عليها معلبات التونة العادي مصفية طبعا من المي. وهلأ بعد التونة رح نحط زنجبيل وبصل أخضر، وكمان رح نحط شوية بابريكا أو فلفل حار أحمر زي ما بتحبوا، شوية ممكن كركم، بهارات، يعني هاي الشغلة بترجع لكم. المهم الأساس البطاطا والتونة مع البهارات والزنجبيل ضروري والبصل الأخضر. هلأ بدي أحط كمان بصل عادي غير البصل الأخضر، ملح وفلفل، ما تكتروا ملح كتير، التونة فيها نسبة ملوحة. ورح أحط شوية طحين لحديث ما يتماسكوا معي، ما بدخلها بيض، ما رح أغطها بالبيض زي ما بنعمل الأسكالوب والقصص هاي، لا رح أعجنهم مع بعض ليتماسكوا من البطاطا. البطاطا رح تكون عامل مكثف لإلهم. نحمي الزيت حتى نبلش نقلي فيهم. هلأ بدي أضيف شوية طحين حتى يتماسكوا كمان زيادة. خلاص هيك تقريبا قوامها صار بتماسك معي إني أعملها على شكل كرة، فرح أكتفي فيهم هدول. نبلش نعملهم طابات متوسطة الحجم، ومنحطهم بالإرشلة أو الكعك المطحون أو البريد كرامز. ما في داعي نحطهم بالبيض وهيك، خلص بتلزق الإرشلة فيهم. خلينا نعمل كمان كمان واحدة ونقليهم، بس نتأكد إنهم ماسكين على بعض حتى ما يفكوا بالقلي. هاي الزيت صار حامي، خلينا نوطيه شوي صغيرة، نعمل آخر كرة ونقليهم. برضو هاي الوصفة من الوصفات اللي بتتحضر قبل بوقت، ممكن نحطها بالتلاجة حتى بعد ما نكورها وبعدين نقليها وقت ما بدنا نقدمها. أوكي نشلح كفوفنا. هلأ نشوف كيف حماوة الزيت. ممتاز، خلينا ننزل كل الكرات، مش ضروري يكون ديب فراي على الآخر، هيك الكمية جيدة لأنه رح نقلبهم وما بياخدوا طبعا وقت، ندير بالنا يعني دقايق بيكونوا صاروا جاهزين. كل شي فيهم مستوي، إحنا بس بدنا نعطيهم لون خفيف. هون إحنا محضرين من أول، رح نضيفهم لإلهم. نقدر نعمل نفس هذا النوع بأسماك تانية، مثلا نقدر نعمل فيش كيكس بشبهوهم. مرات بنحط الحشوة تاعت السمك نية مضروبة أو بتكونوا عادي، يعني شوين سمك ومنسلينه للي ما بحب يستخدمه ني، وبحطها مع البطاطا كتير زاكية. كمان ممكن نعمل الدجاج بهاي الطريقة كمان إذا مسلوق، بس دقيقة حتى ياخدوا نفس اللون ورح نقدمهم. دايماً لما بنصفيهم من الزيت بنحطهم على ورق المطبخ حتى ينزل كل الزيت الزايد. صاروا هيك جاهزين للتقديم، بس نستنى دقيقة حتى يتصفوا من الزيت. نبلش نصف بالجاهز اللي عندنا.
نوع مقبلات سهل سريع مختلف، أكيد إنكم رح تحبوه. جربوه كرات التونة مع البطاطا. وهيك وصفاتنا صاروا جاهزين. نوعنا من عدة مطابخ اليوم، عملنا شوربة الحريرة المغربية، سلطة الخضار المشوية مع جبنة الفتة، كمان طبقنا الرئيسي كمغربي اللي هو طاجن اللحم مع البرقوق والتمر والكسكس السريع، عملنا عيون المها، وآخر شيء كرات التونة والبطاطا. نلاقيكم بكرة في نفس الموعد. إلى اللقاء.